البنات تأخذ نصف الإرث هذا الذي في الواضحة في الميراث هذا منكر لكتاب الله نعم ومنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم هذا واضح نعم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءت السنة المبينة لهذا فهذا في الحقيقة يعني لا يستحق أن يرد عليه. نعم. وكذلك الرجل ينكر أن الخمر حلالا حراما عفوا ويستدل بعقله وفهمه والرجل يتصدق ويصلي فهل نكفره؟ الشباب يسأل لا شك لا شك تحريم الخمر يعني تحريم الخمر بالنسبة للمسلمين الذين نشأوا على الإسلام هذا من العلوم الضرورية عندهم. نعم. ومن أنكر علوما بالضرورة كفر كما أنكر الصلاة أو قال الخمر حلال أو قال الربا حلال. أما إن كان حديث عائشة الإسلام فإنه هو أن يكون تقام عليه الحجة. نعم. نعم بارك الله فيك. وعند هذا يعني زوجته سنية فهل ما زالت مباح له أو تعلمه وتقيم عليه الحجه وتجد طلبه العلم يقيم عليها الحجه فان اتى الا استحلال الخمر لا بد ان تفارقه نعم جزاك الله خير يا شيخ